مبسوط الحمد بإمام لله. امه منور الدنيا يا امه. حبيبي يا باشا، حبيبي حبيبي عامل منور ايه؟ الدنيا يا حبيبي. الحمد لله حبيبي، اخبارك؟ يا رب دايما. الحمد لله حبيبي ربنا والله. يوفقك يا امام يا رب، ربنا ويصلح يخليك حالك يا بابا، ويكرمك ربنا يخليك يا بابا يا رب. ويوفقك ربنا يا رب. يا رب يا حبيبي. هو انتوا عيلة طيبة قوي كده يا حاج عاشور؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا ده الحمد أم لله. إمام قلبت الدنيا، والناس كلها عمالة تبعت لي أبكتنا وفرحتنا، والأم المصرية الجميلة. واضح إنك كمان راجل يعني الحمد لله يا كابتن، الحمد السنبلاوين لله. وطبت. أصل أنا بيني وبينك بقى عندي فتحي عوض الله حبيبي، محمد ايوه الهادي طبعا حبيبي، طبعا. ناس كتيرة جدا في السنبلاوين حبايبي. الحاج فتحي عوض الله حبيبنا كلنا يا طبعا كابتن شهير، طبعا طبعا. ربنا يخليك ربنا يكرمك. حاج عاشور يعني، ولا استاذ عاشور، ولا اقول لي اقول له حاج براحتك عاشور. حلوه، حاج عاشور احلى، مش كده؟ حبيبي حاج حبيبي يا عاشور كابتن شهير. يعني والده امام تعبت جدا معاه، لكن في المقابل اكيد انت كمان تعبت معاه الحمد لله وكافحت معاه. وربنا مرضينا، والله والله العظيم ربنا مرضينا، اخر مرضيه الحمد لله. خليك اهو. وربنا يخليه لنا يا رب امام يا رب، ويصلح اكتر حاله ويكرمه ربنا. اكتر مره فرحت فيها لامام؟ امام مفرحنا على طول يا كابتن اللهم شوقي. صل على النبي. امام وجود معانا مفرحنا كلنا، ربنا يرضيه ومرضينا كلنا، ايه وربنا جدع، يوفقنا خيرك يا رب. خيرك يا بابا. ابن جدع، حبيبي ابن جدع، الحمد لله الحمد جدع. لله رب العالمين. امام امام بص يا كابتن شوبير، بصيت. امام حنين علينا كلنا، العيلة كلها الحمد لله، وربنا يكرمه ان شاء الله، وربنا يرضيه زي ما هم راضينا، ربنا يرضيه. طب اقول لك سؤال وتجاوبني بصراحة. اتفضل. فعلا زي ما البعض كتب انك اتصدمت لما راح النادي الاهلي؟ لا والله والله انا خلي بالك، ايوه النادي قول لي. الاهلي نادي كبير يا كابتن. طبعا. كابتن شوبير النادي الاهلي نادي كبير، وانا فخور بامام اللي هو بيلعب في النادي الاهلي. لما جه قال لك انا رايح النادي الاهلي قلت له ايه؟ بقيت بص في غايه من السعاده. النادي والله الاهلي يا كابتن، كابتن شوبير مع النادي الاهلي انك نادي انك كبير، كنت زملكاوي. بس دلوقتي اهلاوي معاكي طبعا. بس حبيبي. بس خلاص قلبت طبعا طبعا، ما لازم تبقى اهلاوي. العيله كلها قلبت، اللي زملكاوي قلب اهلاوي، بس في العيله اهلاويه كلنا. في طبعا طبعا في اهلاويه، امال ايه، كتير. ربنا يوفقه ويصلح حاله ووالدته قالت ويكرمه. كان نفسي طول عمري نفسي انه يلعب للاهلي، هي اللي قالت كده. والله العظيم وانا كان نفسي يلعب في الاهلي، حتى هو في الزمالك؟ طبعا. بتتكلم جد؟ مع انك زملكاوي. زملكاوي والله العظيم انا اهلاوي دلوقتي. ايوه ابني انا بقول لك كنت زملكاوي، انا ما بقولش حاجه. كنت زملكاوي، بس الحمد لله الحمد لله ربنا يوفقه. لما قال لك انا رايح الاهلي اتبسطت طبعا، تبقى من السعادة. امال ايه، طبعا النادي الاهلي نادي كبير، نعم، واداره محترمه بس ما وكل حاجه بس ما كويسه في النادي بنشوفكش، الاهلي. ما بيجيش النادي يا امام بابا. نعم يا لا بابا، على طول كل معانا، ماتش في بيجي الاستاد، الماتشات. انا بتكلم السعوديه النادي، وقطر. مفيش على طول يا كابتن والله شوبير. بيسافر ده وراه حاج التاشيره جات لك يا حاج، خلاص حبيبي تاشيره حبيبي. قطر. طبعا معاك في قطر ان شاء طالع الله. معاك والله. ما تسالنيش انت اي اللي حاجه. بتسعى تخلص له الحاجات ايوه كلها طبعا. ويسافر على انا حسابك. لا، على على حسابه، على حسابك او على حسابك. حسابه، على حسابه، على حسابه هو. مش على حساب النادي لا يعني. على حسابك انت يا حاج حبيبي. عينيا ليك يا امه. حبيبي يا باشا، ربنا انت يخليك، مرضينا كلنا يا عم. ربنا نعم يخليك. ده ربنا خيرك يا يكرمك باشا، ده ويصلح خيرك. حالك ويرضيك ربنا. خيرك اكتر يا بابا.